بسم الله. متي اجي تليفون طفالي باش نسقسيها. لا هذه هانتوما البنات، الناس اللي باغين ديكوراسيون، اللي كيديروا لي لورغانيزاسيون ديال العراسات، اللي بغات تقاد شي كافي، اللي بغات دير شي حاجه، كلشي كلشي كاين هنا. هانتوما عرفتي هادشي راهو كيحمق البنات، والله الا كيحمق. هانتوما هانتوما هادو لي طاولة اللي كيكونوا قدام القاعة، اللي كتكون مكتوبة فيهم مثلا هوش قال دينيز مرحبا بيكم، ولا سميت العروسة والعريس. عندكم هادو الكيكة ديال العرس المزورة، لأن هنا في تركيا ما كيديروش بيان سيغ قاطو حقيقية، طبعا كيديرو هادي الفرشي. هادو لي زاكسسوار ديال لي زورغانيزاسيون ديال العراسات، المهم داكشي أي حاجة كتخص بالعراسات، المهم شي حاجة ديال ديكوغاسيون كامل ديال العراسات ديال القهاوي ديال كلشي غتلقاو في هذا المحل. هذا كيبيعوا بالقطعه وكيبيعوا حتى بالجمله، وهاد لي فازو الكبارين حتى الناس اللي عندهم قصور وبغوا يزينوا الديور بحال هكا بشي حاجه بحال هذا الشكل بيان سور غادي يلقاوها. هادي انا هانتوما كما قلت لكم اختكم راه كتجيب لكم غير الجديد غير النيو. وكاينين هادو الطباس اللي كيكونوا هادو ديال بلاستيك بيان سور، وكاينين على هذا الشكل هادو الطبيصلات، يعني هنا حاطين الاشكال ديال الطباصل ديال ديال العراسات. ما فيش ما يدخل هنا هاد الكرتون، ما قد نهر شي حاجه نخلصها من بعد. اشكال وهادو الموديلات، كاين هاد الشكل هذا، كاينين هاد الشكل هادو ديال اللي كيكونوا فوق الطبله. هانتوما كاينين هادو كاينين هادو، هنا كاينين جميع الاشكال والالوان والالوان واللي بغيت نتوما الموديل اللي تبغيوه نتوما يقادوه ليكم. هانتوما جميع الاشكال، كاينين هاد الشكل هذا ها تاكسي ديني 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 هذا الموديل هذا تهوايا، يعني كاينين بزاف ديال الموديل هنا، وكاينين هادوك هادوك الموديلات هادو. صوري لي الكليان داكشي يكون انت اي شوفي ها شوفي كيوصل في السربيطه يا ربي هاكا على هاد الموديل هذا ديال البحر. هانتوما غزال ها كذلك، انتوما اللي بغيتو تصنعوا عندهم ممكن انكم تصنعوا، تجيبوا لهم غير الموديل هما يصنعوا لكم، لان هاد المحل هذا ديال الجمله وديال القطعه ديال كلشي عندهم بيان سور التوابات اللي كيكونوا فوق الطبله. يعني الناس اللي بغاو يفتحوا واحد المشروع ديال لورغانيزاسيون ديال العراسات ممكن تلاقوا هنايا اي حاجه بغيتوها، الكراسه كلشي كلشي من التوابات من كلشي، فقط ما عليكم انتوما غير لا تحددوا لهم شنو بغيتوا. مثلا هادو في هادو الطويبلات اللي كيكونوا في ديال الخطبه، كاين ديال الحديد وكيدير فوق منهم الزاج، وكاين هذا ديال الفرشي على هذا الشكل هذا، يعني كاين بزاف ديال الحوايج ما يتشاف. هانتوما الكراسه بحال هذا الشكل، هذا الورد هذا اللي كيكون اللور، عندهم دوك لي سيرك اللي كيكونوا اللور. هانتوما يعني كاينين بزاف ديال الاشكال بحال هذا الشكل هذا، عندهم هادو دي ديكوراسيون اللي كيكونوا محطوطين، يعني بيان سور انا ما غاديش نكون عارفه هادشي، الحاجه اللي كنعرفها راه كنبارطاجي معاكم. هادو البنات مثلا دار فيهم شوكولا، اولا هادو كدار فيهم الخواتم البنات كما يبان لكم امهاتي، حتى الشباب ولا الناس اللي باغيين يبداو دي بروجي هكايا ها ممكن لي موديلات بزافين. هادو صغيورين كاين هاد كاين بزاف ديال لي موديل هنا، يعني تجيو لهنا تختاروا اللي بغيتوا، حتى من الورد كيبيعوا، حتى من هاد الورد هذا كيتباع.
ثاني انا صطيت البنات داكشي شي حاجه واعره واعره البنات انا تليبيت حاجه واعره ما الحاجه ما نقولش لكم ما تلاش ليا ما تلاش بصراحه المحل راهو كبير بزاف سيدي طبعا فينكم نتوما فين غاديه انا طالعين فوق الا ساليتي خليك خليك معايا فترة خليك معايا انا طنطلع ها اوكي شوفوا شوفوا هنا شوف الورد يا اختي الورد شوفوا شوفوا يا اختي الورد يا اختي الورود يا اختي هنا واعره كبير المحل تبارك الله ما شاء الله راهو كبير هذا غير الطابق الثاني ديال الورد هما هنا يا رجال كي قادو غنطلعو للطابق الثالث يا اختي شوفوا هانتو معايا واو وعر كما قلت لكم هذا المحل ديال الجمله شوفي اي لوف يو مكتوبه كامله هادو الموضع ولا البلاصه فين كتبرك العروسه الكراسه جميع انواع الكراسه ديال اي اش كنخربق انا البلاصه فين كتبرك العروسه ديال الحنه ولا ديال هذه خاصه ديال الحنه صح اه ما علينا حنا دخلنا هذا الطابق الثالث انا غنقلب لكم الكاميرا باش نوريكم هادو الكراسه ولا البلاصه الموضع اللي فيه كتبرك فيه العروسه نهار الحنه كاينين بزاف ديال الاشكال والموديلات عندهم بحال هذا الشكل هذا هانتوما راه انا راه ماقيت راه فاش كيتبان لي شي حاجه كبيره بحال هكا ما كنعرفش منين غنبدا على حسب الطلب ديال الزبون هذا البياض هذا الخضار هذا البياض كاين الاحمر كما وريتكم كاين هذا البيج بحال هكا ديال دو بيرسون كاين بحال هكا اللي بغين هذا هذا الموديل هذا ديال جوج كراسه بحال هذا الشكل هذا هذه انا والحاجه سي هادو هنا كيدار فيهم الشمع هادو طبعا كيتحطوا في الدخله ديال القاعه انتما بزاف ديال لي موديل كاينين شوفوا كتكون مربوطه بالضو هذا الشمع ديال الضو ماشي الشمع اللي نورمال ها الخيط ديالو باش تعرفوا وهادو الشمدان هذا كيدارو كيتحطو فوق الطوابل فاش كتكون القاعه كبيره بيان سور يا اختي هادشي كيحمق لاتوليا ديالهم هنا فين كيصنعوا داكشي كولاي ياسين ياتيك ديال باور كيربايه هادو سميتو ها هذا كيقاد الالكترون كما قلت لكم كيقاد ليهم الضو باش يخدموا اونو شي تشامدان الكتريك لا دما ها تمام هادي لاتولي هنا فين كيخدموا كلشي باش تعرفوا المحل راهو كبير وماشي ها هو السيد غيورينا كيربايه شرباك مين شدي من عند ولاد ريسه باش يلوحوا طبعا بيان سور راه ما غاديش يبغي في القناه ما غاديش يديروا الشمع اللي نورمال العاس غيدوز فيه ساعتين ولا 4 سوايع جات من بابا بليو يمكن لكم تبدلوا البولا بالبيض ولا بالصفر لا كيخدم بالضو هاكا تنهاري كبشي اللي ناكل انا صغار تجي غزال ولا هذا الدر ايش بولا النار يقوم يقوم ذاك ها هادو باقي ايفيت هادو باقي كي يلاه كيصنعوا باقي ما كملهاش الا لاحظتوا راه ما فيهاش البلاصه ديال الشمعه ماشي بحال هادي شوف هادي فيها هاد العيبه يلاه كيكملهم في الصنيع ديالها وهاد على حسب هادي صغيره بحال هاد الشكل هذا ها انتم كنت ما كاين الضو بحال هاد الشكل هادي مازال غادي ها انتم هادي غادي هنايا تلصق باقي ما كملهمش وهادي كبيره هادي كبيره وهادي صغيره كما غيبان لكم هنا اللي ناكل انا صالك ها كاين في الجولد وكاين في النقري الفضي في الفضه جننت ولا لسه والله لا واعر جننت ولا لسه اللي قال اخ دابا حنا غادي نطلعوا للطابق
الرابع الفوقاني شوفوا هاد اللوف هنا كات حامه كات بلادي كنهديها لكم. يلا نطلعوا نطلعوا. اتجننت ولا لا؟ هاي الكلمة تعلمتها من السوريين. تحية للناس كاملين. شوفوا بالنسبة للقاعات اللي الهاي اللي كبارين بيان سور كيديروا بحال العينة. المهم هذه عينة من الطاولات ديال القاعة ديال الأعراس. فانتوما كتختاروا شنو بغيتوا. حاليا السي اللي خارجين في الكراسة هما هادو الشفافين ديال البلاستيك شفاف. هنا كاين اللي دي موديل بحال هكا ديال الطبيسلات، يعني منها ما حدك جيتي جايبه معاك الماكياج ديالك منها مرايا بلا ما بقى دي بلاصيطه للطواليت. تاكلي فيه وتماركي وجهك، راه كلشي كاين في المغرب. حنا غير حبينا نشاركوا معكم شنو لقينا. لا انا كنبارطاجي معكم هذا المحل بالنسبه للناس يعني الشباب بحالي اللي باغيين يبداو دي بروجي، كنعطيكم افكار شي حاجه واعره 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 واعره. عندكم هادو ديال الشمع بحال هكايا، مره اللي حداك يعني غطى عليك العروسه والعريس ديري شو شير عليه. هاد الفاز هذا ديال بيانسور ديال الدجاج، فهم كيحطوا لكم فقط عينه. هذه شونتيون. هذه شونتيون هكايا. هذه بالنسبه للطبله الاولانيه. اجي دوزي هنايا امي، هنايا مثلا ديال الخطبه كنوريكم غير هاد الستان ديال الحديد هنا كيتغطى كله بالورد، وهنايا كيجيو قولوا لي نتوما الطبله ديال من بعد نقول لكم شنو هو. اجي شوفي هنايا هذاك الشيء اللي نخلي لكم من بعد اخر حاجه. هاد الصندوق عندي بحاله قلت لها روحي في الزبل، قالت لي لا انتيك خليه. عطاتو لي واحد السيده مسكينه شي حاجه واعره، داك الشيء ديال الاختزانة كنت باغا نعطيه لسكينه، قالت لي والله ما نديه. هما كيسمعوا هاد الليد هذا كيسمعوا وكيقادوا يا ربي، وبالنسبه لهاد الخاميه هادي حتى هي كيقادوها ورابطينها بالضو. ودابا هي ليتس جو الطاوله الثانيه. الطاوله الثانيه ديالي كتجي على هاد الشكل كيما كتشوفوا الفيلا ديالي، ما باش نتفخر عليكم الله يخليكم الوالدين. واخا انا كنت تاني من بعد علاش ما قديتيش طبله مقاده. كيدي يحطوا لكم الورد الوسط، ما فهمتش علاش الماكله ما كايناش. حاطين لنا هادو طبسل كبير، ما عرفتش نضرب صاحبي ولا شنو ندير. المهم هادشي ديال العود، بما انها هادي البوا هادي ديال العود كلها عود، فهادي كلها ديال العود. الاولى ديال البلاستيك، نشوفوا ديال الدجاج. يلا اجي ندوز الطبله الثالثه. هي هادي ساخ كلي اللي قالوا هما يوار لك قطعي. اخوانا ندوزو الطبله الثالثه ديالي اللي في البيت الثاني هو هذا. عندي انا البي اقصر تبارك الله ما شاء الله. تقريبا الديزاين نفسه غير هذاك طول من هذا، هذا قصر على حسب الطول ديالي. عندنا هذا ديال الشراب، استغفر الله نحن مسلمون. ما فيه مناضه والعصير ويلي ممكن نعمرو بالماء ممكن نديروه محبق كاع اللي مالا عادي جدا. عندنا هذا ديال الزاج، فا كيبقى ديزاين شي حاجه ديكوراسيون هكايا صراحه طبله زوينه. هذا كاع الا مشيتي العز تقدر تخشي في جيبك، علاش مره تشدي الزيف وتطربي هنايا؟ واش انت غادي العرس ولا غادي تشحري؟ خارج واحد السير كيديروا فيها طبله مش حاطه فلوس. شتو يلا ودابا ندوزو الطبله اللي عندي في هادي عندي في الدوزيام ايطاج على شكل هذا. الله الورد الابيض، الله يرزقنا الصحه والسلام. ابيض في ابيض يا رب امين. هذا ما كنقدروا نحطوا فيه الا جانا في الوقيته ديال الصيف، نديروا فيه شويه الحامض الماء الربيع ولي فروي، ومره نخشوا يدينا بالمغرف عادي جدا. عندنا هذه ديال الزاج حتى هي يا مره صبري وان مينيت. ها انتما كاينين هادوك اللي شفنا جاي بحال نص هلال، كاينين هادوك اللي شفنا في الجولد وهادو في الجرينش، هادو في الفضي ولا النقري اللون ديال النقره كما غايبان لكم. ايوا انا هادشي اللي كاين، هادي رقم 7 خويا الماكله فين هي؟ لا والو غدو به. شوفوا الطبله راه زوينه والديكوراسيون راه زوين، الماكله الله يجيك. نقول لكم تمشوا شي عرس سركي الله يرحم ليك الوالدين، شاططك وميتا معاك باش يبقى كلشي زين. دابا غادي ندوزو للطبلة الخامسة اللي عندي في الفيلا الثانية، نسيت ما قلتهاش ليكم، اللي الشكل ديالها كيجي على هاد الشكل هذا، ما عرفتش الشكل كي داير. المهم الكراسة درناهم في النوار بيان سور، الطباصل ومراية في نفس الوقت. عندكم هاد الشكل اللي كانت في الفضي، هادي في النقري. اري صبعك هادي جولد في الذهبي. اري صبعك ها انتم البنات هادي دايره بحال النهر بحال هادي
كاينه شوفوا البنات يمكن كنت نسالي ما شافني حد البنات هاد الشفاره البنات هاد الطبله دايره بحال شكل واد بحال النهر جريان بحال الحوطه لا جريان المياه تقريبا المهم بحال تجري المياه وبما لا تجري السفن لا لا شوفوا دايرين هذا داكشي هذا الشيء كاين في المغرب موجود حنا قلت لك غير بغينا نتشاركوا معكم كما قلت لكم هنا فقط حاطين عينات والحاجه اللي ولات كدار ولاو كيديروا الشمع ديال الضو علاش باش ما استهلك بلا ما تهلك ما يمكنش نجيبوا حنا الشمع نبقى نضيعوه لا يخافوا من حريق اللهم شي حاجه الكتريك هذا ديال الضو الا دائره سالك شعليها من تحت شعليها نو نو هزي الشمعة كلها من الفوق لا هذه هزي الشمعة كلها ايتس ماي بيرثدي او دابا ها مشعلو كتدوري واحد البالون من التحت صافي كتشعل سي فاسي دور هوك شعل هوك دور هوك سد هوك غتسالي الحجره غيخصها يلا ودابا ودابا نرجعو اليوم الوانها الخمس هذه بالنسبه للطبله صراحه زوينه وخاصه الى المهم على حسب الديكور ديالكم دابا ندوزو لاخر طبله ويلا هذه راه جردر ماشي طبله ما شاء الله ما شاء الله كنحس براسي فيها واي كان تحس براسك في الهواء تبارك الله ما شاء الله يعني مثلا العرس خاصو يكون في الهواء الطلق شي حاجه اللي كلاسيك وفي مسوي سبورت صوره الالترو الكنبة اللي بدك اياها شوفي هاد الطبله هادي على هاد الشكل هذا جا السيد قالك مستعجلين مهم علينا شوفوا هاد الشكل هذا الموديل وهادي البركه ديال العروسه اي فوالا شي اللي كاين هاد المنظر كي داير يا اختي حدا الكابرو هاد الطاكسي هنايا غاليين تسناوني حيت الاخت المغربيه هنايا ساكنه في منطقه شارينا بلار جينا من اسكندر دابا غادي لشارينا بلار عندها شارينا بلار غادي نمشيو لعندها ان شاء الله فاش نوصلو ديك الساعه باش نبارطاجي معاكم شنو كيما صوبينا نيوفي مزدوده هذا الشيء كنهضر من نيوفي صراحة اليوم داز نهار زوين ولكن دقائق الأخيرة ولكن الدقائق الأخيرة اللي ونسيت ما قلتش لكم واحد القضية شوف غدا ننزل ونوريكم شنو جابت لي يا اختي بشرى كادو هاد فجات والله من نهار اللي جات وهي مغرقاني بالكادوات وفي نفس الوقت والله العظيم حشمانة منها باش نعوضها اقولوا لي قولوا لي في التعليق قلبي هذاك الشيء شي سيبيت دوك امي نوريك واحد الحاجه عندها بزاف غناخذ لها وحده مشهور عايزه نديك على شعري يلا شوف حي كيوت ناخذ لهم عندها هذه نخليها هنا يا اختي الديكورات ديال المغرب بارك الله على المغربيات الحرات ها خلينا نوريها المعقول خليني نقلب لكم الكاميرا بعدا ها انت اختي لنا غير البسطيله يا اختي واخا هادشي بنين هادشي بنين هادشي بنين قربي واش تبان شوفي انا صورت اختي تبان لا في اليوتيوب شوفوا شوفوا الحنبه البرقوق يا اختي انا كلشي بعيد ما شاء الله اللهم بارك اكل كل شيء بعيد اصلا انا درت هذا البرقوق كنت اصلا قالت لي الطبيبه كلي اللحم رانيا صور انا طحت في البسطيله عميه ويلا تفكرت الطبيبه قالت لي كلي اللحم يعني بمختصر مفيد الليله في العشاء الريجيم ضربته في الزيرو انا توحمت على البسطيله واختي بوشه توحمت على اللحم بالبرقوق صحتنا وبصحتكم مشاهدينا المغربيات الحرات في الممشو محمر لنا ما شاء الله ما صراحه الاخت لا فاطمه هضري من وراء الكاميرا كاع اللي ما بغيتيش في الممشو المغربيات الحرات محمر لنا وجهنا راجل هادويت معاه هي الشكر ويعاون مرحبا بكم انت المغاربه ديما ملي كنتجمعوا الحمد لله هذه الجمعيه ديالنا ماشي كيستيون ديال الانسان الله يطول عمرك خصو ياكل ولا يعني عيب باش نتجمعوا نشوفوا نشوفوا الوجه ديالنا هذاك اللي كان الله يعطيك الخير بنت الخير وشكرا لك بزاف على هذا راه قديمه مسكينه هنايا سبحان الله العظيم المكاتب يلاه تلاقينا بها واخده الجنسيه واخده كل شيء كله بسبب بشرى على المغربيه كبشرى اللي قال لك عايشين في تركيا وما
وما كنتلاقاوش يقول لك كدو البعاد تعرفوا عليها والقراب ما تعرف. السيدة عايشة في هولندا وتعرفت عليها وحنا هنا حنا اللي عايشين هنا وحدانا تقريبا قريبة لينا راه ما بعيدة بزاف. مرحبا بكم مرحبا بكم الله يعطيك الخير. ايوا دابا فاش شبعت الكريشه قالت لينا غنشربوا اتاي مغربيه لالا هانتوم هانتوم ها ها ما عجبكش داك اللون خدي هذه غنجيب لها الكرطون اعطيني نشوف هذه هذه البنات هذه هذه كنهرسوا بها لهذا الفندق شوف الكرطون الفقاس انت اللي درتيه الله يعطيك الصحه والكاطو الحاجه ما نقولش لك واحد النهار اليوم طالع اكثر من والله قسما بالله بدينا بالبسطيله كلينا اللحم انا تقسم يداني فرحه علاش من ملي تقولوا لك الوجود الله يحفظك ونجي البنات هاد الماكينه هادي كنهرسوا بها هذا هذا البندق ولا الفندق هانتوما ها التجربه هرسيها بالصحه هذا اختراع جديد شفناه عند انا عندي وحده ديال الحديد جابها شيخي ولكن هذا اختراع جديد يناديكم شحال شريتي شوفي اختي فرحتي كيفاش كديرها لا ما تمحنوا الحمد لله كاين شي حاجه سميتها اختراعات ايش وين انت مشيتي فرشختيها تحمتيها دارت لك سيده شكرا ولكن هذا كلشي على هذا هان يا اختي مغربيه مغربيه طبعا والبراد يا اختي سيري سي كيشوف فينا كيقول هاد الكوالت من جا اليوم لابوشره نعم ياك ما درتش هذا لا هذا جوج فين دابا خلينا نقصيو حتى من بعد نتلاقاو ان شاء الله واختي وها اتاي المغربي شوفوا اتاي اللي ما كاينش فيه الكشكوش ولا ماشي بالرب ماشي اتاي ما والو ياك ماما حنا اتاي ديالنا خاص انا تعلمت الله يعطيك الصحه قال لك ضمني لبنتك شبعنا وهضرنا وفوجنا على القليب والعائله كلها خارجه والله الا عائلتهم كلها خارجه شكرا لهم بزاف بزاف كنشكرهم بزاف 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 على الضيافه وعلى الماكله الزوينه الرائعه والاخت لاله فاطمه والزوج ديالها ولاله رانيا والزوج ديالها ما شاء الله وصلى على النبي والمغربيات فين ما مشاو كيحمروا الوجه ما شاء الله وصلى على النبي صراحه والله القسم شوك تشكر يدير مقاش هكا نهار شي غزال يمي غزال صراحه اليوم دازت الامسيه زوينه صراحه ما كنتش متوقعه ما كناش متوقعين بحال هكا انا شهيت البصيله دارتها لينا اختي بوشرى دارت اللحم